مساء الفل على كل حضراتكم، واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تسعدوا معانا كالعاده في حلقه النهارده، وبرده كالعاده حلقتنا لن تخلو من كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي والرياضات المحليه والاقليميه والدوليه، طبعا الى جانب الفقرات الحواريه. تابعونا ان شاء الله تجدوا ما يسركم. صباح الفل عليكم. قلت مساء الفل ولا مساء؟ اهو كله شغال، اهو كله تقريبا شغال. انت قلت مساء الخير، كله دخل في بعض. عايز اقول لك والله العظيم ثلاثه الايام ورا بعض. تمشي برضه. ماشي. مساء وصباح الفل على حضراتكم جميعا، واخر الاسبوع 10 الصبح في الاهلي وفقرات مختلفه والضيوف اكيد مختلفين. نبدا بالفقره الاولى، هنتكلم فيها عن ابطال فريق شباب الاهلي للكره الطايره 19 سنه بعد طبعا التتويج ببطوله منطقه القاهره، الحاجه اللي كلنا يعني كنا متشرفين بيها فعلا. والفقره الثانيه كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولون العرب هيكون معانا في الفقره الثانيه، وهنتكلم بقى في ملفات مختلفه سواء عن الاهلي الكره العالميه والمنتخب. نعمل ايه بقى؟ نبدا على طول، وخلي بدايتنا تكون بالكلام عن الابداع واهميه الابداع. وفي فرق كبير جدا بين لما يكون شخص عادي وشخص مبدع، شخص ناجح وشخص مبدع. وعلى فكره نفس الكلام بحذافيره ينطبق على الهيئات والكيانات والمؤسسات الرياضيه منها والغير رياضيه. فالابداع مطلب اساسي جدا 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 للتفوق، ولا انت شايفه ايه؟ بص انا بتفق معاك جدا، لان في ناس عاديه وفي نوادي عاديه وفي ناس مبدعه وفي نوادي مبدعه. لو اتكلمنا عن النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي في حته ثانيه، اكيد النادي الاهلي هو يمكن اللي صنع الابداع، وده مش كلام برضو، ده واقع. هتلاقي في اي حاجه جديده هو الاهلي اللي سبق فيها، واحنا بنتكلم بثقه لان احنا عندنا تاريخ واثباتات. ففي فرق طبعا كبير جدا، وده اللي يمكن بيميز كيان عن كيان، ده اللي بيميز انسان عن انسان، ده بيميز حياه بعد كده مستقبل شخص عن مستقبل شخص وكيان شخص تاني. صحيح. فالابداع اعتقد شيء اساسي، ولكن بقى السؤال، هل الابداع بيكتسب ولا الابداع بيبقى شيء بالفطره موجود فينا؟ رايك ايه؟ بصي اكيد لازم يكون في حد ادنى من الفطره، لكن الباقي بقى المكتسب ده بيجي من خلال الممارسه والتجويد والاصرار على التجويد والاصرار على وصول لهدف كبير، وده اللي بيعمله اي شخص مبدع او اي كيان مبدع. وبالمناسبه ان احنا بنتكلم مع حضراتكم عن الابداع، امبارح اول ما خلصنا هوا تلقينا خبر حلو جدا، وكمان يحسسك ويعرفك ان التعب والمجهود والاخلاص في العمل لازم هتكون نتيجته عظيمه، وده اللي حصل لمنظومه النادي الاهلي. منظومه عظيمه منذ بدايه تاسيسها، الكل بيبني فيها وبيعلي فيها، وخطوه ورا خطوه اصبحت الرياده بعد ما كانت محليه اصبحت قاريه، يعني بالمعنى الحرفي. ودايما اولاد وابناء النادي الاهلي بيسعوا دائما للحفاظ على كل خطوه وكل مكتسب جديد وكل خطوه جديده بياخدوها في طريقهم. النادي الاهلي يا حضرات توج بجائزه سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي عن العام الحالي 2021 كافضل مؤسسه رياضيه عربيه. حاجه طبعا محترمه جدا، والتفاصيل كمان زي ما تم الاعلان عنها، الجائزه دي عن المجموعه الاقتصاديه والتمويل الذاتي اللي الاهلي بداها بتوقيع طبعا تعاون مع شركه استادات القبضه لاداره وحده الاهلي، بنتكلم هنا الاقتصاديه ورؤيه 2045، واللي بتضم اربع مشروعات رياضيه، بنتكلم خدمية واستثمارية وحق انتفاع لاستاد السلام عشان يصبح هنا الاهلي بقى والسلام لمدة 25 سنة، ووضع كمان حجر اساس استاد الاهلي في الشيخ زايد لجانب طبعا فرع التجمع والاقصر، وتطوير منشآت الجزيرة ومدينة نصر. وزايد اللي حضراتكم شفتوها واللي عرضناها، يعني الكلام برضو مش مرسل، احنا بنتكلم وبنحط الصور والوقائع قدام حضراتكم. وكمان الجايزة مش مجرد نقدر نقول تقدير لمشروعات وتدشين شركات وبطولات، لا دي كمان يعني خاصه الاهلي بيها عشان اعتبرت المجموعه الاقتصاديه والتمويل الذاتي اصلا مبادره ورؤيه متميزه، لانها بتجمع كذا جانب، يعني زي ما بنتكلم مثلا الابتكار، يعني المستقبل، الاطلاع على افضل كمان ممارسات في العمل المؤسسي، في حاجه مشرفه جدا. والجائزه دي على فكره هي ابتدت سنه 96، فحاجه محترمه. عفوا 2009، انا اسفه 2009، وطبعا تحت رعايه سمو الشيخ، وحاجه يعني متكرره. وعلى فكره لو احنا كمان اتكلمنا عن مصر، مش الاهلي يا كريم، مصر حصلت برضو على جوائز كتيره جدا، ان الجائزه دي متنوعه، في منها ثقافيه وقراءه وغيره، فمصر كمان حصلت على جوائز عديده، فحاجه اكيد تسعدنا جدا جدا. طبعا الجائزه دي يعني الى جانب كل الكلام اللي قلناه لحضراتكم، فهي في المقام الاول ناتجه عن إن هذا الفكر الاقتصادي للنادي الأهلي كان من أهم الأسباب الداعمة والرئيسية للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس مستفادة وممتازة في العمل المؤسسي.
في الوقت اللي كانت الدنيا فيه خربانة بالمعنى الحرفي، أنتجت هذه المنظومة عوائد مالية وبشرية ومعرفية إن شاء الله هتستمر لسنوات كمان قادمة، طبعا إلى جانب التفوق الرياضي للنادي الأهلي في كل الرياضات محليا وقاريا وحتى دوليا. كل ده بيوري العالم كله كيف تدار هذه المنظومة، منظومة النادي الأهلي المحترفة، الفكر المتجدد الإبداعي الاقتصادي الرياضي الاجتماعي التنموي. باختصار هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي اسمه أصبح براند في منطقة الشرق الأوسط. وطبعا الجدير بالذكر أن أكيد تسلم هذه الجائزة هيكون في حفل تكريم ضخم ومجلس دبي الرياضي إن شاء الله حدد يوم 9 من يناير المقبل لإقامته. حلو قوي قوي. وخلينا بقى نروح لحاجة تانية برضو حلوة جدا، وختام منافسات البطولة العربية لدرجات المضمار واللي أقيمت باستاد القاهرة بمشاركة هنا 17 دولة. الخبر الحلو ليه؟ الخبر الحلو لأن مصر تصدرت قائمة المنتخبات الأكثر فوزا بالميداليات في البطولة، وتوج لاعبي الفراعنة بكام بقى؟ ب 42 ميدالية متنوعة، بواقع هنا 25 ذهبية، 10 ميداليات فضية، 7 ميداليات برونزية. بعد كده جاء بعدها بفارق طبعا كبير منتخب الجزائر في المركز الثاني بقائمة الفائزين برضو بميداليات البطولة. بعد كده احتل منتخب الإمارات المركز الثالث. يعني لو اتكلمنا عن النتائج وانعكاساتها، أعتقد دي بتعكس طبعا قوة لاعبي منتخب مصر في بطولة المضمار اللي بنتكلم عنها، وتميزهم عموما يعني في رياضة الدرجات. ونقدر نقول كمان أن عدد الميداليات اللي حققها منتخبنا ده هو حصاد الإعداد الجيد طبعا والقوي اللي خضع عليه لاعبي المنتخب قبل البطولة. يعني دايما فترة التأهيل دي هي اللي بتبقى الفترة الأساسية. فكل التحية لمنتخب مصر بجد للدرجات والاتحاد المصري كمان على النتائج دي والإعداد والتنظيم لهذه البطولة الدولية اللي احنا كل مرة بنقول يعني احنا عندنا بطولات رياضية دولية بتقام في مصر والعالم كله بيتابعها، وده دليل وإنعكاس جميل جدا لأن انت بتتكلم في ان الدولة مهما كان العالم بيمر بإيه، انت عندك دولة بتقدر ان هي تحقق بطولات وتنفذ بطولات وكمان على أعلى مستوى، حاجة يمكن في الماضي ما كناش برضو يا كريم بنشوفها، ولو كنا بنشوفها كنا بنشوفها بس مش بالمستوى اللي يليق بينا. لكن دلوقتي الوضع اختلف تماما في حاجة فعلا كانت مشرفة، فمبروك يعني. طيب وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة في مختلف محافظات مصر النهاردة إن شاء الله معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك. صباح الفل أستاذ كريم، أهلا بيك أهلا بيكم يا فندم. أهلا بحضرتك. إيه الوضع يا دكتور؟ وشابل ايه الوضع؟ ايه الوضع يا دكتور؟ خريف ورخب. يعني فيما يتعلق باليومين ثلاثة الجايين ويك اند بقى، وعايزين نعرف برضو التفاصيل، وهل هيبقى الوضع على ما هو عليه ولا متوقع بقى يعني انخفاض في درجات الحرارة هطول امطار الى اخره؟ حضرتك استقرار واضح في الاحوال الجوية، سبورة مائية الصبح بدري، انخفاض في مستوى الرؤية الافقية على الطرق الصبح بدري لغاية الساعة 8 الصبح كده، ارتفاع بعض درجات الحرارة فترات فوق أشعة الشمس الجديد تاني، نلاقي درجات حرارة تصل إلى 26-27 درجة على القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. لكن إحنا فترات الليل لسه درجات الحرارة منخفضة، نلاقي درجات الحرارة منخفضة اللي خارج الصبح بادئ أو راجع متأخر بالليل فعلا درجات الحرارة منخفضة. فيعني اللي بدأ يلبس ملابس شتوية ما يحاولش يخفف الأيام الجاية، يعني بقدر الإمكان سواء موجود بره البيت بالليل او خارج الصبح بدري، لا يعني يحمي نفسه شويه من انخفاض درجه الحراره. مش هنلبس طبعا شيء ثقيل، ولكن الى حد ما لازم طبعا نغير طبيعه الملابس الصيفيه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. اكيد هو طبعا اللي حصل الكام يوم اللي فات وخصوصا في محافظات زي اسكندريه ادى انطباع بان اللي جاي قوي وثقيل، بس لو توقعنا ان هيبقى دي اللي حصل ده بدايه فعليه بقى للاجواء الشتويه، ولكن من الواضح ان لسه الموضوع ايه شويه عليه، مش كده برضه؟ لسه يا فندم طبعا احنا فصل الخريف لسه، فاضل نهايه شهر او اقل من شهر يبدا الشتاء 21، وفي نفس الوقت الخريف تقلباته معروفه، ارتفاعات انخفاض حراره وسقوط امطار ثم عوده الى الاستقرار والاعتدال في درجات الحراره، فده شيء طبيعي في فصل الخريف يا فندم. يعني الشبوره وضعها ايه برضه يا دكتور لو تطمنا؟ السبوره بتبقى الى حد كبير بيقل معاها مستوى الرؤيه الافقيه خصوصا على الطرق المؤديه للسواحل الشماليه والبحري ومدن القناه، هذه المناطق في شبوره طبعا في الفتره دي وبيقل معاها مستوى الرؤيه، ولكن بعد الساعه 8 الرؤيه بتتحسن تماما.
طيب دي نقطة مهمة، لأن الشبورة دي كارثة الصراحة. صحيح طبعا. حاجة مش كويسة أبدا، وللأسف الفترات اللي فاتت أو السنوات اللي فاتت حصل كذا حادثة بسبب الشبورة، رغم يعني التنبيهات اللي حضراتكم برضو يا دكتور محمود كنتوا بتقولوها. على كل حال إحنا نرجع لحضرتك بقى بعد الويكند إن شاء الله، ونطمن برضو على الأسبوع الجاي. شكرا ليك. بس فعلا انت بتتكلم صح، المشهد بتاع اسكندريه كان سيء جدا. إيه ده؟ وده مش من غزاره المطر على قد ما هي قصه الشوارع غير مستعده لتلقي اصلا الامطار، يعني حاجه كانت صعبه جدا بصراحه. فنتمنى ان يتم تدارك الموضوع من دلوقتي، علشان بعد كده لسه احنا مش عارفين فعلا الشتاء هيبقى شكله عامل ازاي. يقال يعني هوند والله اعلم ان اجمالي يعني معدل هطول الامطار نتج عنه ميه بحوالي 2 مليون متر مكعب مياه متجمعه في شوارع مختلفه ومناطق مختلفه. هو ده كل سنه بيحصل برضو يا كريم، يعني احنا كل سنه برضو يعني اصل دي مش مفاجاه. مش مفاجاه ان هي كل سنه في اسكندريه حتى ولو بكميات كبيره، احنا اوريدي عارفين ده. فنتمنى بس عشان سلامه حتى المواطنين ان يتم تدارك الموضوع من دلوقتي قبل ما الشتاء القارس بقى طبعا يدخل، ومحدش عارف الامطار هيبقى شكلها عامل ازاي. والشتاء وتحديدا محافظه الاسكندريه يعني معروف عنها ان هي بيبقى فيها امطار غير اي محافظه اخرى. فنتمنى صحيح المشاهد دي ما نشوفهاش تاني، لان فعلا العربيات كانت غرقانه، يعني شوارع كانت مقفوله، الناس كانت يعني اكيد ده ما نتمناش ان هو يحصل. على كل حال فاصل سريع لسه اخبارنا في الفتش ونرجع لكم. بحب جدا لما اخش على تويتر على الصفحه بتاعت 10 الصبح في الاهلي او قناه الاهلي، ولاقي في متابعين متفاعلين معانا في اي موضوع او خبر بنقوله. فالخبر اللي ابتدينا فيه والابداع، ناس كتير قعدت يعني بتتكلم الابداع من وجهه نظرهم، ايه اللي يقول لك ده التميز، اللي يقول لك الابتكار، يعني في كذا راي حول الابداع. واعتقد كل دول الابداع، يعني الابداع مش حاجه واحده، الابداع فعلا كذا حاجه في بعض، وهي موهبه في الاول وفي الاخر ومهاره احنا بنشتغل عليها. فمفيش اجابه صح وغلط، فعلا كل ده يندرج تحت الابداع. المهم بس البني ادم يكون عنده طموح، لان الطموح هو الاساس المحرك زي ما بيتقال، والاصرار هو اللي بيخليك بعد كده تستمر رغم اي صعوبات. فيعني على كل حال مبسوطه من تفاعل حضراتكم. يعني نروح بقى نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومراسلتنا الجميله هنا ابو القاسم هي موجوده دلوقتي في مقر الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الخير عليكي، وانا وكريم وكل جمهور 10 الصبح سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي، حابة أهني النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي طبعا بعد حصولنا على جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي كأفضل مؤسسة رياضية عربية لعام 2021. يعني الحقيقة هو ده النادي الأهلي، كل يوم إنجاز جديد سواء رياضي أو مجتمعي. طبعا كلنا فخورين جدا لانتمائنا لهذا الكيان العظيم، كيان النادي الأهلي. خلونا بقى دلوقتي نبدأ أخبار المتعلقة بالفرق الرياضية، والبداية من كرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 3 العصر، والمران هيبدأ فيه تمام الساعة 4 مساء. بعد كده طبعا الفريق هيدخل في معسكر مغلق في أحد فنادق القاهرة، استعدادا طبعا لمباراة غدا أمام سموحة. المباراة هتكون على استاد الأهلي والسلام في تمام 4 عصرا، طبعا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، ودي طبعا آخر مباراة قبل التوقف الطويل. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة السلة، والحقيقة أن امبارح كان يوم حافل بالانتصارات في كرة السلة. سيدات كرة السلة بيحجزوا مقعد في نهائي بطولة الدوري المرتبط، ده طبعا بعد فوزهم على فريق مصر للتأمين. يعني أنسات كرة السلة كانوا بالفعل حسم التأهل للنهائي بعد فوزهم بنتيجة 70-53، وأصبحت طبعا مباراة سيدات كرة السلة تحصيل حاصل، لكن برضو سيدات كرة السلة قدروا يفوزوا في المباراة بنتيجة 88-42. والحقيقة أن سيدات كرة السلة عملوا مباراة كبيرة جدا، كان في سيطرة منهم طوال المباراة، يعني قدروا يحسموا الشوط الأول بنتيجة 26-20، الشوط الثاني بنتيجة 52-30، الشوط الثالث بنتيجة 77-36، والشوط الرابع والأخير بنتيجة 88-42. وبكده سيدات كرة السلة يكونوا في النهائي وهيواجهوا فريق سبورتينج، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق.
كمان رجال كرة السلة حجزوا مقعد في ربع نهائي كاس مصر، ده طبعا بعد تخطيهم عقبة الترام والفوز عليهم في دور 16 بنتيجة 86-47. يعني الحقيقة أيضا رجال كرة السلة عملوا مباراة كبيرة جدا، كان في سيطرة كاملة منهم طوال المباراة. ويمكن طبعا هايلايت مباراة أمس هو كان عودة ومشاركة لاعبنا محمد أبو النصر طبعا بعد تعافيه من الإصابة، يعني بنقول له الحمد لله على السلامة وإن شاء الله يكون متألق زي ما عودنا دايما في الفترة القادمة. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد. النهاردة رجال كرة اليد عندهم مباراة ودية أمام منتخب الإمارات، المباراة هتكون في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة، كل ده طبعا استعدادا للمباراة القادمة هتكون يوم الأحد القادم أمام هليوبلس ضمن منافسات بطولة الدوري، والمباراة هتقام في نادي هليوبلس الشروق. كمان سيدات كرة اليد النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، المران هيكون في تمام الثامنة مساء في استاد القاهرة، أيضا استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم السبت أمام فريق المنوف بالمنوفية. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباريات. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة الطايرة، النهاردة سيدات كرة الطايرة هيواصلوا تدريباتهم، التدريب هيكون في تمام 5:30 مساء استعدادا طبعا لبطولة بطولة الدوري اللي تم موعد بدأها هتكون يوم 6/12. يعني سيدات كرة الطايرة الحقيقة بيستعدوا من فترة طويلة جدا قبل حتى ما يتم تحديد موعد بدء الدوري طبعا عشان يظهروا بصورة تليق باسم النادي الأهلي وباسم طبعا فتيات الذهب، فتيات كرة الطايرة. يعني دي كانت أبرز وأهم الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك جدا جدا على هذه التغطية وبنبارك أكيد للنادي الأهلي مرة تانية اللي مشرفنا دايما، شكرا ليك يا هنا. نروح بقى على مقر جريدة الجمهورية وزميلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع، وهيكون ليها كمان لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في جريدة الجمهورية. صباح الفل عليكي وعلى ضيفك العزيز، اتفضل. بعد غيبة صباح الخير يا كريم. والله زمان يا نهوان. صباح الخير على كل مشاهدي والله زمان على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر جريدة الجمهورية، وهنبدأ فيها بأهم العناوين من جريدة الجمهورية. في دوري الأبطال 6 أهداف للفراري أمام بورتو. من جريدة الشروق، مواجهة شرسة اليوم بين السيتي وسان جيرمان. من الشرق الأوسط، الهلال العالمي يهدي السعودية التاج الأسيوي. ومن موقع اليوم السابع، انطلاق منافسات دور 16 ببطولة ماليزيا للسكواش بثمان مباريات مصرية اليوم. تفاصيل طبعا كل الأخبار دي هيتكلمنا فيها الناقد الرياضي هنا بجريدة الجمهورية الأستاذ حسام الغرباوي. في البداية طبعا برحب بيك على شاشة قناة الأهلي، منورنا كالعادة. خليني أعرف منك إيه أهداف الفراري في مباراة اليوم أمام البورتو؟ طبعا بنتمنى للنجم محمد صلاح كل التوفيق. طبعا هو اهدافه كتيره قوي النهارده، اولها طبعا ان هو عايز يحقق الفوز للمره الرابعه على بورتو، كان حقق 3 انتصارات عليهم في الجولات السابقه. تاني حاجه ان هو كان محرص اي اهداف في مباراه اتلتيكو، طبعا عايز ان هو العوده تانيه للتهديف ده، الى جانب ان هو طبعا بينافس على هدافي البطوله بمحقق المركز الثالث بخمس اهداف عن ليفاندوفسكي طبعا متصدر، الى جانب القائمه نفسها بقى لتاريخ الهدافين هو بمحقق الرقم 12 وعايز طبعا ينافس عليها. ده الى جانب اخيرا بقى طبعا جميع اللي هو كبطل من ليفربول طبعا حقق 61 هدف معاه في جميع البطولات، متصدرا عن ساديو ماني ب7 أهداف. وطبعا كل ده هو طبعا نفسه حققه لانه هو طبعا مرشح لافضل لاعب في العالم، وان شاء الله نتمنى ان هو يحرزها ان شاء الله. كل التوفيق لمحمد صلاح. كل التوفيق. طبعا النهاردة مباراة مهمة جدا بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، توقعاتك بقى لهذه المباراة؟ طبعا هتبقى مباراة قوية جدا، وإن كان يعني مانشستر أنا شايفه الأقرب، وطبعا فايز بالمباراة الذهاب بهدفين، وطبعا ورغم الصعوبة، لأن الصعوبة في إن هم هو 9 نقاط وسان جيرمان 8 نقاط، هتبقى المباراة قوية جدا. بنلاقي طبعا إن عنده لاعب مانشستر كيفن عنده كورونا،
وهيغيب، ولكن طبعا عنده مهاجم قوي جاك، قدر ان هو يجيب 3 اهداف في اخر المباراه خاضها، في حين ان بنلاقي باريس سان جيرمان نيمار هو في حالته الطبيعيه، وطبعا في مباراه 2-2 قدر ان هو يعني يفوز بفريقه، ولكن ميسي بقى طبعا هو نجمنا المحبوب يعني ما زال تحت التاهيل وعاد بشكل مباشر، ولكن طبعا مش في حالته اللي احنا نعرفها، ده الى جانب راموس طبعا لاول مره من 7 شهور هيخوض، فطبعا هتبقى الموضوع صعب شويه على سان جيرمان، فطبعا ان شاء الله نتوقع مباراه قويه باذن الله، واللي هيفوز يعني هنسقف له زي ما بيقول يعني. عايز اعرف كمان راي حضرتك في التتويج طبعا للهلال للمره الثانيه في كاس الانديه. ده شيء رائع جدا طبعا، وتتويج اي نادي عربي باي بطوله خاصه البطولات القاريه ده شيء يفرحنا كلنا طبعا، ودي المره الثانيه بتاهله طبعا لكاس عالم الانديه، وتعتبر الكاس الثامنه في كل البطولات اللي خدها، فكل التحيه للفريق السعودي، ونتمنى له ان شاء الله التتويج بكاس العالم اللي جاي للانديه ان شاء الله، كل التوفيق ليهم ودعمنا ليهم باذن الله في كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. النهارده بيتم انطلاق منافسات الدور ال 16 ببطوله ماليزيا للسكواش، توقعاتك ايه بقى للاعبين المصريين الموجودين هناك؟ طبعا احنا بنتمنى ان هم ان شاء الله يفوزوا، احنا عندنا 3 لاعبين الى جانب 10 لاعبات، ودي طبعا ده بيدل على قوه الاسكواش المصري، وان كانت طبعا في بعض المباريات القويه جدا خاصه اللي هي تبقى امام اللاعبين الامريكان والصينيين هتبقى قويه جدا، وطبعا اللاعبين اللي هيبقى من الخبره اللي خدوها طبعا من اللاعبين السابقين المصريين ان شاء الله يادوا بشكل كويس، خاصه ان احنا خرج في لاعب ولاعيبه خرجوا من البطوله، ونتمنى جميع اللاعبين الباقيين يحققوا يخرجوا من دور ال 16 بافضل مركز ممكن ان شاء الله، فكل التوفيق ليهم وان شاء الله تدعيم ليهم باذن الله حتى يفوزوا يعني بمستوى متميز بالبطوله، وان شاء الله باذن الله هنتابعهم عن كسب يعني لغايه لما يحققوا افضل حاجه ممكنه، تشرف مصر في خاصه ان هي من افضل البلاد في الاسكواش على مستوى العالم يعني. شكرا. بشكر حضرتك جدا الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي هنا بجريدة الجمهورية، دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الجمهورية، بشكركم جدا وعودة لكم مرة ثانية. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر، وطبعا كل الشكر لضيفك العزيز اللي نورنا من خلال هذه الفقرة والتغطية الصحفية المتميزة، شكرا جزيلا لك. نروح بقى لخبر تاني لطيف. لعبة التنس الأسترالية المحترفة طبعا اسمها أشلي بارتي، هي تصدرت الموسم الثالث على التوالي قمة ترتيب اللاعبات المحترفات للتنس. بعد الخبر الحلو ده بقى هي قررت ايه كريم، ان هي تعلن يعني عن خبر تاني حلو بالنسبة لها، واعلان خطوبتها من لاعب برضو جولف سابق، ونشرت صورة ليها مع خطيبها وخاتم الخطوبة، وكتبت كده زوج المستقبل، وطبعا بقى بعدها الناس قعدت بارك لها، وهي طبعا من نجمات التنس زي ما كنت بقول لحضراتكم، فمبروك يا أشلي والله. أجمل التهاني للعروسين. أجمل التهاني للعروسين. طيب نروح بقى مع حضراتكم لخبر تاني، المرة دي متعلق بمباراة بين فريق جامعة ديوك وفريق جامعة كاليفورنيا، الكلام ده كان ضمن الجولة الثانية من دوري الرابطة الأمريكية للجامعات لكرة القدم. فريق ديوك سجل هدف وكان هدف التعادل، من فرحة المهاجم بالهدف راح وابتدى يسخر من حارس المرمى وأصر على الاستمرار في السخرية منه والاستفزازه عشان معرفش يتصدى لهذا الهدف، لكن طبعا اللي حصل ان اللاعب من الفريق اللي دخل فيه جول ما عجبوش الكلام اللي بيحصل ده، فراح وزق المهاجم اللي بيسخر من زميله، وقعوا على الارض وابتدى يتدحرج في وسط الملعب شويه، والملعب كله تحول لخناقه الرب السما، والموضوع ما انتهاش عند هذا الحد، الحكم طلع الكارت الاحمر وطرد المهاجم اللي سخر من حارس المرمى، والامر تطور فحصلت طبعا فوضى كبيره واحتجاج لحد ما المباراه توقفت لفتره طويله. رجع الفريقين يلعبوا مرة تانية بس بعد طرد اللاعب اللي سخر من حارس مرمى الفريق المنافس، وساعات كتير الحماسة بتاخد الواحد وتوديه في سكك عجيبة جدا، يعني سجلت هدف خلاص افرح بيه. هي حماسة ولا حماقة؟ الاثنين. هي الاثنين والله، وهي حماقة أكتر. اديتي الحق، عندك حق طبعا صحيح. لا اتفضل والله. لا 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 دي بتاعتك الطلعية، دي طلعية. لا لا انت بقى النهارده بتطلع بيني احلى نهاية الأسبوع بقى، انت شايفة كده؟ طيب احنا هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بعدين نكمل كلام، اتفضل.
يا اهلا بكل حضراتكم عوده مره ثانيه العشرة الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه، وده هنتكلم من خلالها عن او هنحتفل من خلالها بفريق شباب طايره النادي الاهلي تحت سن 19 سنه اللي فازوا مؤخرا ببطوله منطقه القاهره، ومعانا اثنين من اللاعبين هنتكلم معاهم بقى عن مدى قوه المنافسه ومشوارهم في هذه البطوله وفي غيرها من البطولات، هم الحسين محمد الازاز واحمد محمد. صباح الفل عليكم. صباح النور. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. نبتدي بيك يا ابو حميد. عايزين نعرف كده بدايه كلام انت والحسين، خلفيات كده بسيطه عنكم، بتدرسوا ايه؟ عندكم كام سنه؟ انا في كليه هندسه الاكاديميه البحريه. تمام. وفي اول سنه لسه. وانت؟ انا كليه تجاره جامعه كوفنتري، انا تاني سنه. تاني سنه. حلو. وماشي الحال في مساله ان انتوا تعرفوا توازنوا ما بين الدراسه والتفوق الرياضي، انتوا مش مجرد رياضيين يعني عاديين، انتوا ما شاء الله ابطال في لعبتكم، فهل في صعوبات في الحته دي؟ لا الحمد لله، احنا خدنا على الموضوع عشان بقى لنا فيه كتير. الحمد لله اتعودنا دلوقتي بقينا ان متمكنين في الموضوع ده. يعني ممكن تظبطوا وقتكم ما بين الاثنين بحيث ان مفيش حاجه تضغط؟ هو الدنيا سهله مع الكابتن، يعني بنبلغه قبل الامتحانات على طول، والدنيا بتتوفر يعني في الوقت بتبقى سهله يعني. جميل. بيساعدونا برضه، بيسهلوه علينا. هاي طيب بدايه كلام كده، مليون مبروك على الفوز ببطوله مصر، حاجه جميله جدا. عايزين نعرف برضه منكم يعني مدى قوة المنافسة كانت في البطولة دي عاملة ازاي، واصعب المنافسين من وجهة كل واحد فيكم او من وجهة نظر كل واحد فيكم بالنسبة لك؟ هو احنا دايما تبقى كل سنة عندنا هي الشمس، هي تبقى منافس قوي جدا، وهي السنة دي كانت بطولة مختلفة شوية عشان من اول دور كان معانا فرقة قوية، يعني كان معانا والدجل من اول دور، دي كانت حاجة جديدة علينا برضه، وكان الفرق يعني العدد بتاعها اقل شوية، كان البطولة أنا أصعب السنة دي. يعني بشكل عام ما كانش بس الموضوع متوقف على قوة المنافس اللي هو نادي الشمس، كان فيه غيره كمان. لا كان فيه كذا. أنت بالنسبة لك أنت هو البطولة حتى القاهرة الفرق كلها تقريبا نفس المستوى، يعني كله بينافس برضه على الأول، كله عايز أول وتاني، كله بينافس زي بعض. طبعا. فمفيش فرقة داخلة مستسلمة، فرقة داخلة مش مركزة، كله برضه شايف المركز الأول قدامه. فالمنافسة تبقى قوية جدا. بس بيتهيألي بصوا هي زي ما هي شرف كبير فكره ان انت تبقى لابس تيشيرت النادي الاهلي، ما دي هي من ناحيه شرف كبير ومن ناحيه ثانيه ورطه. مش كده برضو ان انت لازم تكون على نفس الأول. قدر المسؤوليه. انت لابس تيشيرت تاريخ، فالتفصيله دي عامله ازاي معاكم بالنسبه لك انت يا ابو حميد؟ هي طبعا بتفرق في الماتشات، يعني احنا لازم ننزل هو المكسب، يعني الاول لازم المركز الاول، الثاني زي الاخير. فلازم الاهلي دايما يلعب على الاول، دي برضه بتعمل على ضغط شويه، بس هو لازم الاول. يعني الكلام ده واضح انه سيستم عام في كل الانشطه الرياضيه في النادي الاهلي. المركز الثاني زي الاخير دي بتتسمع من ناس كتير في رياضات مختلفه. عد الموضوع ده عامل ازاي من وجهه نظر؟ ده طبعا هو موضوع احنا حتى لما نخسر شوط ولا حاجه، حتى لو كسبانين الماتش 3-1 ولا حاجه، بنبقى برده متضايقين، عايزين كل ماتش نكسبه نحاول على قد ما نقدر نخلصه على الصفر. حتى لو قصرنا ولا خسرنا شوط ولا حاجه، بنتضايق من نفسنا، احنا كنا ممكن برده نخلص اكتر من كده ونكسب ونخلص على الصفر يعني. طب والضغط بقى انهي مباراه الى جانب نادي الشمس اللي احنا اتكلمنا عنه، هل في ماتش معين حسيتوا فيه بضغط كبير وان المسائل ممكن تهرب وتفلت من بين ايديكم، بس عرفتوا تلموا نفسكم تاني وترجعوا تاني للجيم؟ عدت عليكم التجربه دي في البطوله دي ولا ما عدتش؟ هو عدت، كان هو عشان زي ما بقول لحضرتك كان الماتشات كلها قويه، الفرق كلها بتنافس جامد السنه دي. يعني كان قبل ماتش الشمس كان في ماتش مصر البترول، ده خلص 3-2، فكان فرقه كان في نديه يعني. اوكي. وانت بالنسبه لك يعني احنا فعلا احنا اي ماتش في ملعب مفتوح غير الصاله يبقى نواجه بقى الهواء والكلام ده احنا مش متعودين عليه خالص. ففي ماتش حتى مصر البترول ده فعلا احنا كسبناه اخر الشوط، فعلا كان يعني ماتش صعب جدا، هواء كان جامد قوي، فالدنيا كانت صعبه قوي. انتوا كنتوش تلعبوا في ملعب مقفول؟ لا هو النهائي بس. نهائي بس؟ كله في ملعب مفتوح، احنا على طول متمرنين في الصاله. اوكي. فده كان برضه فيها نكتشف بقى شيء من التحدي برضه. ان انتوا في العادي بتلعبوا في ظروف متحكم فيها، لكن الفرقه كلها متعوده على الهواء، احنا الوحيدين اللي متعودين على الصاله، فالدنيا كانت برضه لسه بنستكشف في الماتشات وبنبدا نجرب بقى وكده. اوكي. طب بدايه كل واحد فيكم مع الكره الطايره جت منين؟ هل بسم الله ما شاء الله عشان انتوا طوال يعني، فكان دي اوائل او من اوائل عناصر الجذب، ولا قصه كل واحد فيكم مع الفولي بول جت ازاي؟ انا من وانا صغير كان عاجبني الفولي بول، فدخلت مدارس الاهلي فكملت فيها شويه الحمد لله، بعد كده حصل اختبارات ودخلت الفريق من 11 سنه. يعني من اول ما اتجهت للرياضه وانت بتمارس الرياضه دي؟ اصل في ناس بيبتدوا برياضات ثانيه مش بيلاقوا نفسهم فيها، بقول لك طب اما نجرب في حاجه ثانيه، لكن انت في حالتك ما حصلش كده. لا كان في ووتر بولو في الاول. هما كان الاثنين دول، يعني كانت الفولي بول والووتر بولو، بس لقيت نفسك اكتر في الفولي بول.
طب انت بالنسبه لك يا حسين؟ انا بادئ الطايره، العيله كلها كانت بتلعب طايره. اه طبعا خلاص كده فيد اللي هو سيد بالوراثه بقى عندكم، فانا كده كده لازم العب طايره. اوكي، بس انا فعلا لعبتها يعني، كان برضو اختيار يعني، انا لو عجبتني اكمل، لو ما عجبتنيش ممكن اغير، بس انا كده اتبسطت قوي في اللعبه دي، حتى من اول من انا بدات المدارس كده وانا حاسس ان هي ان شاء الله اكمل فيها. طب وتقييمك بقى من وجهه نظر بقيه الاهل البيت اللي كلهم لعيبه ومحترفين في الفولي بول، شايفينك ازاي وشايفين الفريق عموما ازاي؟ بيقولوا لك ايه نوع الملاحظات اللي بيكلموك فيها يعني؟ لا طبعا بيشجعونا وعلى طول في ظهري، وطبعا لو في ملاحظات بقى كحاجه بتمرن برايفت، اروح اشد على نفسي في الجيم، عايز اعلي جامب، عايز اقوي الضرب كده، كل ده ملاحظات يعني ببقى حاططها في دماغي. طبعا هم اقرب ناس ليا، فهم اكيد بيقولوا لي الحاجات اللي هم شايفينها صح. اكيد لو عايزينك تبقى احسن حد بالطبيعه في الحال. جميل. طيب برضو نروح على فكره الاحتراف، يعني زي كره القدم كده، انتوا اكيد عارفين ان دايما الاحتراف وارد، ومش مجرد وارد، بيكون كمان حلم عند ناس كتير من اللعيبه. في عالم كره الطايره الاحتراف بيحصل يعني زي كره القدم كده، ولا ما بيحصلش كتير او ما بيحصلش كتير؟ هو في بس مش نفس العدد يعني، بس المبدا موجود. اه موجود. طبعا. طب حيث ان المبدا موجود، هل انت شخصيا يا احمد فكرت في موضوع الاحتراف ده قبل كده؟ هو انا يعني بحب الدوري الايطالي في البولي قوي، هو ده اقوى دوري في العالم طبعا يعني، الواحد طبعا بيتمنى يلعب فيه. طب ما قلتش لنفسك ليه طب ما انا اروح وادخل جامعه هناك وبلعب هناك وكده؟ انا بسعى في الموضوع ده. في ايطاليا برضه؟ في ايطاليا وفي حتى امريكا، انا في انجلترا كنت عايز اسافر مع الجامعه واطلع العب هناك طايره، اكمل بقى تبع الجامعه هناك. اوكي. انا لحد دلوقتي يعني ماشي في الموضوع ده. طب وهل قلقان من؟ مش قلقان، هي كده كده برضه التجربه دي برضه هتفرق معايا يعني. أكيد. حتى أكيد. نجحت ما نجحتش. أكيد. هي تجربه في حياتي هتبقى مفيده كده كده. بس تقريبا هتبقى المساله اسهل نسبيا لو عملتوا ده وانتوا لسه في مرحله الدراسه، ولا انا فاهم غلط؟ هتبقى اسهل. مش ورانا حاجه. مش كده برضه؟ لا كمان فكره كبيرة. ان انت تعمل ترانسفير للجامعه بتاعتك لاي جامعه ثانيه وتكمل، ما اعرفش بقى انتوا نظام عندكم كريدت اورز ولا بتبقى ماشيه ازاي الدراسه في الحاله دي، بيبقى الموضوع مش مستحيل. طب ايه الخطوه الجديه اللي انت خدتها عشان تحقق اللي انت بتفكر فيه ده؟ هل راسلت جامعه ما؟ هل تواصلت؟ لا ولسه ما فكرش الموضوع قوي. انا الحمد لله دلوقتي عايز اكمل في النادي الاهلي، وانا في الاكاديميه البحريه، فعايز اكمل، ولو حصل يعني جديد لسه هفكر في الموضوع ده. لسه شكلك انت بقى اللي خدت خطوات جديه. ما انا سالت كذا جامعه، كذا جامعه بره، وسالت وبعت فيديوهاتي وحاولت. ايه رد الفعل؟ رد الفعل اللي هو الناس بتقول لي نشوفك هنا، ندخلك فريق جامعه هنا الاول، ونشوفك الفرقه يعني كفرقه يبلغونا هناك اخبارك ايه وكده، ونبعت لك وتروح وكل حاجه. هل بياخدوا في اعتبارهم برضو الجي بي اي بتاعك او المعدل بتاعك او مجموعك في الدراسه، ولا دي تبقى بره الحساب؟ لا تفرق برضو يعني، انا لازم برضو ابقى ليا مستوى دراسي معين برضو عشان اتقبل هناك برضو كدراسيا، هبعرف اكمل هناك برضو. لان انت بطبيعه الحال هتشيل اسم الجامعه اللي انت هتلتحق فيها هناك، فلازم تبقى لازم برضو ابقى يعني درجاتي كويسه. عندكم احلام معينه في الرياضه دي بصفه خاصه؟ بتحلم بايه انت؟ هو طبعا يعني التصعيد الفيرست ان شاء الله، طبعا المنتخب ده حلم لاي واحد. فدي تبقى مين من المنتخب اللي دايما بياخد عينك لما بتتابع ماتشاته؟ هو في احمد سعيد، هو رباط الفريق الاول في الاهلي. وانت ابو فيه؟ طبعا يعني فعلا احمد سعيد يعني بيبقى بيعجبني قوي الجامب بتاعه، يعني نفسي ابقى متميز في الجامب زيه كده. جامب متميز جدا ده يعني، يخلي اي لعيب طويل قصير مميز جدا عن اي حد. جميل. طيب احنا معانا على التليفون كابتن حسام شعراوي، وهو المدير الفني لشباب طايره النادي الاهلي. كابتن حسام صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الخير على اللعيبه الجميله ابطال الدوري، وان شاء الله وان شاء الله برضو حضرتك تيجي تنورنا بقى في يوم من الايام ان شاء الله، عشان نتكلم معاك في تفاصيل كتير الحقيقه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بدايه كلام، مليون مبروك الفوز ببطوله المنطقه، طبعا حاجه عظيمه جدا. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله يعني، والله هم تعبوا مجهودهم ويستحقوا ان هم يبقوا احسن من كده كمان، وان شاء الله بطوله الجمهوريه تبقى معانا باذن الله. جميل. احنا يعني خدنا انطباعاتهم هم عن المنافسه ومدى قوه المنافسه في الموسم ده، عايزين نعرف بقى رؤيه حضرتك انت شخصيا للمنافسه في هذه البطوله كانت عامله ازاي؟
والله البطوله ديت كانت اصعب بطوله يمكن مرت عليا حتى وانا مدرب وانا لعيب. كل الفرق تقريبا مستوى متقارب جدا، يعني من اول المركز الاول لغايه المركز السادس الفرق كلها مستوى عالي جدا. يمكن كان قبلنا منافسه على المركز الثالث والرابع كان بين نادي هليليدو ونادي مصر البترول، يعني ماتش كما يقولون مثلا ماتش عالمي فعلا. مستوى الاداء عالي جدا من الفريقين، ده بيدل ان الكره الطايره في مستواها طالع جدا، الفرق كلها مستواها متقارب، ما حدش يقدر يحدد مين اللي هيكسب الماتش دوت او مين هيخسر الماتش. الماتش دايما كل الماتشات كانت في الملعب، بس الحمد لله اللعيبه بتاعتي كانت رجاله وقد المسؤوليه والحمد لله عرفت نحقق. طب هو ايه اللي حصل الموسم ده بصفه خاصه خلى المنافسه قويه للدرجات دي؟ يعني واضح ان كانت قبل كده الامور الى حد كبير محصوره بين النادي الاهلي نادي الشمس الى اخره، لكن هل بقيه الفرق او النوادي يعني دعمت صفوفها او خطوطها بلعيبه جديده عندهم؟ يعني ايه اللي حصل فبقت المنافسه للدرجات دي قويه؟ وطبعا دي حاجه كويسه، حاجه ايجابيه يعني. طبعا يعني هو بالنسبه عشان قاعده الكره الطايره بقت اوسع شويه واكبر كتير عن السنين اللي قبل كده، فبقت الانديه بتفرز لعيبه كتيره مستواها عالي بتقدر تحقق بعد كده بطولات متقدمه جدا في اللعبه، فالاجيال ديت لما بتتجمع مع بعضها بتلاقي الجيل مثلا دوت المنافسه فيه عاليه جدا. يمكن الجيل بتاعنا الحمد لله احنا محافظين على المستوى الثابت بتاعنا الحمد لله اول على مدار 3 سنين. يمكن دي بتحط علينا ضغط كبير ان احنا دايما نحافظ على مستوانا على مركزنا، ان احنا ما نتهزش باي فرق ثانيه دعمت او ما دعمتش، لا الحمد لله عارفين التارجت بتاعنا ايه وبنحاول نوصل له باذن الله. احنا كنا بنتكلم من شويه على فكره ان ارتداء تيشيرت النادي الاهلي بقدر ما هو فيه فخر كبير جدا وحاجه طبعا تشرف اي حد لابسها، لكن هي فيها شيء من الورطه. اعتقد ان الكلام بحذافيره ينطبق برضو على حضرتك وعلى كل القائمين على الجهاز الفني، مش كده برضو؟ طبعا يعني الواحد بيبقى محطوط تحت ضغط ان هو اسم النادي بتاعه لازم يبقى هو دايما في المركز الاول، النادي الاهلي ما بيعترفش في المركز الثاني نهائي، المركز الثاني بالنسبه لك انت مركز اخير، انت ادام ما حققتش البطوله انت خسرت. ما بيهمناش بقى انت لعبت ماتش كويس او ما لعبتش ماتش كويس، لا انت البطوله هي الهدف الاولاني والاخراني ليك. طبعا ده بيحمل اللعيبه تحت ضغط، بيحمل الجهاز كله تحت ضغط. طبعا دكتور وجيه وكابتن احمد زكريا محمسنا جدا ومدعمنا جامد ان احنا نحقق المركز دوت، يمكن يكون الفريق دوت اغلبه عناصر جديده عن السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل كده. في 3 لعيبه او 4 لعيبه بس هم اللي كانوا مستمرين السنه اللي فاتت، اغلب الفرقه كلها جديده. ده كان بيدينا دافع ان احنا نحقق وان احنا ما نقلش عن السنه اللي قبل. طب عايزين برضو نعرف من حضرتك ولو باختصار كده نوعية اللعيبة اللي انتم مسؤولين عنهم، يعني كواليتي الشخصيات والمهارات والإمكانيات والأطوال إلى آخره، إيه اللي بيميز فريق طايرة النادي الأهلي سن 19 سنة عن بقية الفرق؟ يمكن اللي بيميز الفرقة عندنا إن احنا دايماً حاطين الهدف قدامنا مركز أول، فما بيفرقش معانا مين بدأ الماتش أو مين ما بدأش، مين لعب أو مين ما لعبش. اللي بيفرق مع الفرقه في الاخر التوتال اللي حصل، النتيجه الايجابيه اللي حصلت للفرقه، ان احنا كلنا في مركب واحده، احنا يهمنا ان احنا نكسب. دي حاجه ممكن ما تكونش موجوده في فرق ثانيه. يمكن شويه الجيل بيبقى الجيل ده صعب شويه في طريقه المعامله معاه، ناس شباب كبيره زي ما حضرتك شايف رجاله، فطبعا لازم يبقى في نوع شويه من الحميه معاهم، ان انت لازم تحفزهم شويه، ما يبقاش في ضغط عليهم نفسي في البيت وضغط عليهم نفسي في النادي، لا انت بتحاول تقلل الضغوطات دي شويه. يمكن بعض اللعيبه برضه في الفرق الثانيه بتبقى عندها اولويه للدراسه، عندها اولويه للبيت شويه، انما النادي الاهلي طبعا الرياضه، وبعد كده تيجي بعد كده تبدا تشوف الدراسه عامله ايه. احنا الحمد لله الفرق بتاعتنا كلها في كليات هندسه وكليات قمه، فطبعا ده الرياضه مش مأثره عليهم برضو بشكل كبير في الدراسه بتاعتهم، لا هم ماشيين بس لا ما شاء الله، يعني حاجه كويسه جدا. لمست انا شخصيا الجانب ده من كلامي مع احمد وحسين، واضح ان فعلا المتفوق رياضيا لازم في اغلب الاحيان بتلاقيه كمان متفوق دراسيا او اضعف الايمان، مفيش تقصير تجاه الدراسه، دي حاجه متكرره بناخد بالنا دايما منها. طبعا الحمد لله احنا اللعيبه بتاعتنا الحمد لله متفوقين دراسيا جدا جدا، احنا عندنا 6 لعيبه او 7 لعيبه في كليات هندسه وكليات قمه، وعندنا لعيبه في صيدله، غير طبعا التفوق الرياضي اللي هم فيه. اغلب الفرق بتاعتنا برضو عندنا عناصر بتشتغل، مش هقدر اقول كتير برضو بحكم ان الانديه الثانيه برضو فيها ناس كتيره، أكيد. يمكن السنه دي اقل سنه احنا عندنا عناصر في المنتخب، بس الحمد لله احنا قدرنا نثبت ان احنا احسن منهم. يمكن مثلا الحسين عندنا من احسن اللعيبه في مهاره الاستقبال، مفيش حد زيه تقريبا في الجيل بتاعه دوت. وكمان برضو احمد الهادي برضو يعني من اللعيبه المميزه جدا السنه دي، هو السنه الجديده عليه 19،
بس هو عنده امكانيات تساعده ان هو يبقى او يوصل ابعد من كده كتير جدا، بالاضافه طبعا للفرقه بتاعتنا كلها بسم الله ما شاء الله يعني كلهم عندهم امكانيات هايله جدا الحمد لله. عظيم. طيب المرحله السنيه دي احنا بنتكلم على مرحله برضو ليها خصوصيتها، فبالتالي تستدعي معامله خاصه جدا نفسيا. طبعا التاهيل النفسي اكيد كده كده مهم في كل الاعمار، لكن طبعاً. هل في صعوبات اكتر مع سن 19 سنه من منطلق ان دي مرحله في يعني شيء من التمرد، مش ممكن يبقوا قابلين او مش قابلين للتطويع؟ يعني ايه الصعوبات اللي بتواجه حضرتك في التعامل مع المرحله العمريه دي؟ يعني يمكن تكون اكتر حاجه صعبه في المرحله العمريه دي كل اللعيبه عندها حاجه ان هي تلعب، فدي بتشكل لنا ضغط كبير جدا ان احنا لازم نخلي اللعيبه كلها تشارك. يمكن في بعض الاوقات ما يبقى الموضوع صعب شويه بحكم المنافسه بحكم اداره الماتش، ان انت ما تقدرش تشارك بالفرقه كلها بال 10 لعيب اللي عندك او 15 لعيب اللي في القايمه، فده بيحمل اللعيبه ضغط انت ما شاركتش النهارده او الماتش دوت كنت اوت سكور. بس طبعا بنحاول ان احنا نعالجها، ان ممكن ندخل طول الماتش الجاي او نلعب الماتش الجاي شويه على حسب سير المباراه بيبقى عامل ازاي. يمكن تكون بتبقى اصعب حاجه بالنسبه للفرقه عندنا ان هم كلهم عندهم حاجه ان هم يلعبوا وعايزين يأدوا اللي عليهم. ده بيبقى واضح جدا في الماتشات وان هم بينزلوا لا في روح عاليه جدا، كل واحد عايز نفسه شيء جميل جدا. احنا سعدنا جدا بمشاركه حضرتك معانا كابتن حسام عاشور، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي باذن الله. نورتنا في 10 الصبح في الاهلي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. لمين؟ السلام الكبير لمين؟ الكلام اتقطع بس معلش ان شاء الله يعني تنورنا بقى باذن الله كابتن حسام باذن الله في يوم من الايام قريبا جدا. طيب مساله الروتيشن اللي كان بيتكلم عنها كابتن حسام، فكره ان انت عندك الفريق مكون من عدد من اللعيبه مش كلهم بطبيعه الحال بيقدروا يعني يبقوا دايما موجودين في ارضيه الملعب في المنافسات المختلفه. الاعتماد بيكون على حجم ومدى الجاهزيه ولا كل مباراه وليها حساباتها من وجهه نظرك انت؟ هي تبقى كل مباراه ليها حساباتها يعني، برضه العدد يعني برضه يعمل منافسه حلوه بين اللعيبه، تخلي كل واحد ينزل الملعب يؤدي احسن حاجه عنده، فده برضه تفرق مع الفريق جدا المنافسه دي. يعني انت مثلا عدت عليك مرحله ما ما كنتش بتلعب فيها بشكل اساسي؟ يعني ساعات يعني مثلا في ماتشات الكابتن محتاج ينزل ناس ثانيه، في ماتشات بينزلني كده. هل دي حاجه بتضايقك ولا انت مستوعب ان دي طبيعه الامور؟ لا لا مستوعب ان دي طبعا طبيعه الامور. ده انت مكلم وانت بترد على السؤال، امال وقتها كان عم يبقى عامل ازاي؟ ما تقول له حاجه عم حسين. مكلم. فعلا يعني انت عندك الحته دي حاضره وعارف كويس قوي ان الموضوع سواء انا شاركت او ما شاركتش المهم المصلحه العامه للفريق. طب انت بالنسبه لك برضو هل عدت عليك مرحله كده كنت يعني انا الكابتن كذا ماتش ورا بعض ما لعبتش؟ يعني الكابتن مثلا لو في ماتش ما بداتش بيا ما لعبش بيا بيجي يقول لي قبليها هبدا كذا كذا عشان الفرقه برضو كلها على طول احنا فاهمين والكابتن مفهم الفرقه كلها لو ما فيش عندنا حد اساسي وحد احتياطي، احنا الفرقه كلها تلعب، الاجهز اللي هيشد حيله اكتر هو اللي يلعب الماتشات الاصعب، بس كده كده كله هيلعب. وكابتن حسام فعلا بيلعب الفرقه كلها بلا استثناء يعني، فانا اللي داخل الماتش بدا ما بداش كله عارف اللي هو هياخد حقه ومحدش هيتضايق عشان حتى برضه يطلب منه ينزل فهو جاهز. بالظبط كله جاي بيجي التمرين، كله مواظب على التمرين، فكله جاي جاهز للماتش يعني. طيب طايرة النادي الاهلي سن 19 سنه لو قارناها بنفس المرحله العمريه مش هنتكلم محليا، عالميا، هل انتم بتتابعوا المنافسات اللي في المرحله السنيه دي مثلا ولا بس بتتفرجوا على المنتخبات والبطولات الكبيره؟ هو بنتابع منتخبات اللي هي في سننا برضه. احنا فين بقى بالمقارنه دي؟ يعني احنا قريبين ولا بعاد ولا مفيش فرق تقريبا؟ لا قريبين والله. لا قريبين. طب يعني الفروقات بتبقى ايه؟ فروقات فرديه في لعيبه ولا في فرق في المنظومه نفسها؟ في كيفيه هندله المرحله العمريه دي في الرياضه دي انت شايف ايه؟ يعني انا مثلا بحس الفرق بره يعني هم فعلا كل واحد نازل ليه دوره يعني فعلا مش هيغلط في الدور يعني كل واحد عارف داخل يعمل ايه بالظبط، كل حاجه يعني. حاجه معينه يعملها. أوكي. مش مثلا ده داخل يستقبل ويشوط يعني كل واحد داخل عنده مهمه ليه مهمه معينه في الملعب. طب هو مش نفس الكلام ده ينطبق علينا برضه؟ بس هم بره عندهم يعني نظام اكتر شويه يعني. ليه؟ يعني ايه الشويه دول جايين منين؟ الفروقات ايه؟ ولا انتوا ما دخلتوش قوي في التفاصيل؟ لا مش قوي. مش بتتواصلوا مع لعيبه عالميين في نفس المرحله العمريه اتقابلتوا معاهم في اي بطوله سابقه؟ مفيش كده؟ لا. انتوا بالمناسبه هل لعبتوا اي بطولات عربيه او قاريه او دوليه ولا لغايه دلوقتي لسه انتوا في المرحله المحليه؟ لا لسه المرحله المحليه لسه. ولا مره لعبتوا فريق عربي مثلا او افريقي؟
لعبنا في اول الموسم جالنا فريق السعوديه وجالنا الامارات لعبناهم، شفنا برضو الفرق عامله ازاي. استفدتوا ايه بقى من فكره اللقاءات العربيه عربيه زي دي؟ يعني ايه اللي استجد عليكم بعد الكام ماتش دول؟ ده طبعا الفرق بنشوف لعب جديد، طريقه يعني حتى في يعني محليا عندنا طريقه اللعب مختلفه، طريقه السيرفات مثلا بنلعب على اللعيب الامامي بس اللي بيضرب من اربعه. لا شفنا بقى في الفرق الثانيه بيلعبوا السيرف في حتت معينه بيركنوا الموضوع اكتر، الفرقه ماشيه بطريقه مختلفه، طريقه البلوك مختلفه، مسايبين الخط خالص مثلا ماسكين الزاويه بس. فشفنا برده حاجات يعني ابتدينا نفهمها في الماتش واحنا ساعه الماتش يعني. هايل. وانت يا احمد ايه اللي استفدته من اللقاءات مع السعوديه وغيرها من الفرق العربيه؟ طبعا شفنا مثلا نظام المنتخبات عامل ازاي بره في البطولات العربيه، وطبعا هي فرقت معانا جدا الموسم ده، لان احنا ده كان اول ماتش ودي نلعبه هو السعوديه. فده يعني كان ماتشات اول مره نعمل كده اصلا اللي هو نلعب فرقه عربيه. دي حاجه كويسه يعني مبدئيا خطوه حلوه يعني يعني دلوقتي بقى في تواصل يعني بيننا وبين المنتخبات. فالحمد لله يعني كان ماتش كويس استفدنا منه كتير جدا الموسم ده. جميل. طيب اللي جاي بقى ان شاء الله، يعني انتوا عندكم بطولات ايه بتجهزوا لها؟ الجمهوريه او دي يعني السنه دي الجمهوريه. الجمهوريه دي هتبقى امتى ان شاء الله؟ دي يعني كمان شهر كده ان شاء الله. تمام ان شاء الله. والاستعداد بقى للبطولة دي طبعاً. اكيد الوضع هيختلف شويه عن المنطقه اللي كان بقى على مستوى الجمهوريه. هنستعد حجم الجاهزيه، نتمرن تمرينين في اليوم، تمرين صبح تمرين بالليل، تمارين مكثفه، في جيم كتير الفرقه يعني طبعا في وقت الماتشات ما فيش جيم، فالفرقه كلها عضلاتها قلت كده، فلازم نرجع نقوي العضلات تاني، نرجع نجهز تاني ونبدا بقى كاننا نبدا من الاول، ولا كاننا ابطال القاهره ولا حاجه، لازم نخش كاننا بادئين من الصفر عشان نجيب اخرنا في الماتش. احنا عايزين نستضيفكم بقى ان شاء الله المره الجايه وانتم معاكم كده ايه اللقب ابطال الجمهوريه، مش مجرد ابطال القاهره او منطقه. ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، نورتونا. شكرا. شكرا. انتهت اولى فقرات الحواريه حضرات، هنطلع فاصل ونرجع عشان نكمل كلامنا. اتفضل. راح بيته في اخر فقره، وزي ما احنا عارفين بقى الاهلي هيختتم تدريباته النهارده عشان يستعد للقاء سموحه بكره، وهتكون اخر مباراه قبل التوقف الدولي عشان بعد كده يبدا المنتخب معسكره استعدادا لكاس العرب. عندنا كلام كتير جدا وملفات اكيد كتيره جدا، وراح يعني خلينا نرحب بكابتن ايهاب اللي منورنا النهارده، هو اعتدنا منه الصراحه، هو دايما كده كل اجاباته بتبقى صريحه واحنا عندنا اسئله صعبه. كابتن ايهاب المصري يعني صباح الفل. صباح الفل عليكم، صباح الخير على كل جمهور النادي الاهلي، وصباح الخير طبعا. صباح الفل، منورنا كالعاده، بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا. وخلينا نبتدي معاك برؤيتك للي حصل حتى هذه اللحظه، يعني منذ بدء المسابقه الموسم ده شايف الاهلي ماشي ازاي، وخصوصا طبعا لو خدنا في الاعتبار حفاظه على العلامه الكامله وفوزه في كل اللقاءات، هل البدايه دي مطمئنه للي جاي؟ بدايه مبشره. طبعا يعني في البدايه طبعا انا سعيد جدا بتواجدي معاكم، وببقى مبسوط جدا بتواجدي معاكم. الا الصحيان بدري. لا والله ما انا كده كده في المدارس طبعا دايما يجي عندنا معظم الضيوف يقولوا لنا احنا بننبسط قوي احنا معاكم بس لا ما دام في مدارس انا من الساعه 7 بكون صاحي. فلا طبعا بدايه مبشره جدا للنادي الاهلي، بدايه يعني كتير من جمهور النادي الاهلي طبعا مبسوط منها، العلامه الكامله، مباراه كانت فيها مباراه صعبه جدا لعبت فيها النادي الاسماعيلي، نادي الزمالك، مغازل المحله من الفرق الصعبه جدا طبعا، نادي المقاولين ونادي البنك الاهلي طبعا، كان ماتشات تقيله وماتشات رخمه وعاملين تدعيمات كويسه، لكن انا بكلمك على الماتشات اللي النادي الاهلي كان يعني كان فيها صعوبه كبيره، او المفروض كاسامي كبيره واسامي فيها تاريخ كبير وفيها نديه كبيره جدا، كانت البدايه في ماتش الاسماعيلي، النادي الاهلي ومستر موسيماني بدا الموسم بشكل مفاجئ للجميع بطريقه لعب جديده وطريقه لعب كانت مختلفه تماما عن اللي بدا بيه او نهى بيه الموسم اللي فات. الصفقات الجديده اللي النادي الاهلي عملها مستر موسيماني بيعتمد عليها بشكل كبير جدا، لحد دلوقتي في كتير منها بيقدم مردود كويس جدا. كانت البدايه في مباراه الاسماعيلي النادي الاهلي عمل لقاء ولا اروع، عمل بدايه ولا اقوى، عمل كل اللي الناس كانت عايزاه في الكوره اتعمل في اللقاء ده، كان وجه يعني زي انذار شديد لهجه لكل فرق الدوري، النادي الاهلي السنه دي مش هيفرط في البطوله، اداء ومستوى بدني وفني، تركيز شديد جدا من جميع اللاعبين، غزاره تهديفيه في بعض الماتشات. ما هي في الماتشات لا يعني خلينا اقول لحضرتك حاجه، الماتشات اللي فيها تركيز شديد جدا بيبقى فيها نديه كبيره، النادي الاهلي لما بيركز كانت فيها غزاره تهديفيه، يعني ماتش الاسماعيلي النادي الاهلي كان مركز جدا، الجيم كان مفتوح، النادي الاسماعيلي ما لعبش زي مثلا البنك الاهلي ما لعبش زي المقاولين، الجيم في الاسماعيلي وفي الزمالك كان جيم مفتوح شويه،
فكان النادي الاهلي عنده اللعيبه اللي تقدر تستغل المساحات، اللي تقدر تلعب في المساحات اللي في ظهر المنافسين، عنده السرعات اللي تقدر تترجم له كل ده. فلما الفرق بقى يعني هي بقى المشكله في الناحيه الثانيه، التكتلات الدفاعيه اللي النادي الاهلي بيقابلها. اكيد في فرق كتيره بالمستوى القوي اللي النادي الاهلي قدمه والعناصر الهجوميه الكبيره جدا والقويه جدا اللي النادي الاهلي يعني بتكون موجوده عنده في التشكيل، والسرعات اللي عنده في الخط الامامي بقت عنده سرعات زي بيرستا، وعنده مهاره كبيره جدا محمد شريف قفشه وانطلاقاته من الخلف، فما عندوش سرعات لكن عنده التمريرات اللي بيحطها ما بين الخطوط اللي هي بتعمل فرق كبير جدا. فاعتقد ان النادي الاهلي او مستر موسيماني الفتره الجايه لازم يشتغل على التكتلات الدفاعيه. لما بيلعب المقاولين بيبقى المقاولين بيلعب 90 دقيقه بيلعب زون مقفل بيعتمد على الهجمه المرتده. البنك الاهلي كان نفس الكلام، بيحاول يقفل على النادي الاهلي المساحات، بيحاول ما يخلقش مساحات كبيره للنادي الاهلي لانه عارف لو حاول يفتح المساحات على النادي الاهلي هيتعرض لمشكله كبيره جدا. فالانديه دي لازم النادي الاهلي يعرف اللي فيه مستوى، او مستر موسيماني يعرف اللي فيه مستويات هتقابل النادي الاهلي من اول دقيقه على الزون من زون ديفنس وهتلعب على هجمه مرتده. فلازم يبقى فيه حلول كتير، وهو عنده يعني عنده ما شاء الله دلوقتي حتى دكه عليها اوراق رابحه كتير جدا. صحيح. تقدر تغير من شكل اللقاء لو اللقاء اتعرب او اي حاجه حصلت، لا يقدر يغير له من سير اللقاء بشكل كبير جدا. طيب ده الشق الايجابي، خلينا نروح نتكلم برده ازاي شايف السلبيات لحد هذه اللحظه. انا بتكلم عن فريقنا. ما انا بتكلم ان النادي الاهلي السلبيات من وجهه نظري مش في الدوري يعني عموما، مش بقيه لا ما هي في الدوري في الفتره دي، خلينا نتكلم في الدوري لان هي النادي الاهلي ما فيش ارتباطات افريقيه دلوقتي او لا اقصد مش بقيه الفرق. النادي الاهلي ما انا بتكلم ايه السلبيات، ايه المشاكل، ايه اللي انت كنت مش حابب ان انت تشوفه وحصل على سبيل المثال؟ بالنسبه لي في اخر يعني في ماتش الزمالك وفي ماتش المحله، انا كفريق بطل لافريقيا وبطل للدوري الممتاز او مرشح المرشح الاول والاوفر حظا في بطوله الدوري الممتاز، في لقاءين يخش فيها 5 اهداف من اخطاء فرديه، خلينا نتفق برضو لان هي اخطاء فرديه، لكن ما ينفعش ان النادي الاهلي يكون كسبان المحله مثلا 2-0 وارجع اتعادل. المفروض بعد ما اكون متقدم 2-0 المفروض اللقاء بيتسهل عليا واقدر اضيف الثالث وادوس زي ما عملت في ماتش الزمالك. في ماتش الزمالك 3-0 لا بدوس كمان واجيب 1 و2 و3 و4. احنا الاعلى احرازا للاهداف الاهلي بس هو فعلا دخل فينا. ما هو انا مش يعني ممكن لو في ماتش المحل لو كره معلول ما جاتش انا خسرت، انا اللي خسرت نفسي نفسي نقطتين. لا انا ما ينفعش، انا لازم في اللقاءات دي برضو احاول احسنها بكل الطرق من البدايه، لان زي ما عمل مستر موسيماني في مباراه الزمالك ما اكتفاش بالهدف او بعد الهدف حصل تراجع زي ما كان بيحصل الفتره اللي فاتت، واتكلمنا على السلبيه دي هنا طبعا. ان كان مستر موسيماني السنه اللي فاتت بعد احراز الهدف الاول كان بيحصل تراجع بشكل رهيب. لا النادي الاهلي طول عمره لما بيحس الفرقه اللي قدامه انت بلغه الكره راكب الجيم، لا بدوس وبخلص اللقاء، بيخلص اللقاء في ثلث ساعه نص ساعه وبيديك اريحيه. في ماتش الاسماعيلي عمل كده في نص ساعه في 10 دقائق اعتقد الماتش خلص بنسبه كبيره، ماتش الزمالك في 10 دقائق الماتش خلص. فهي كده يعني لازم طول ما انت واقف على رجلك والتوفيق معاك والكره مطوعاك لازم ادوس على اللقاء وادوس على الفرقه اللي قدامي بشكل كبير جدا واخلص اللقاء بدري. ليه من وجهه نظرك احنا، هو تعبير مجازي طبعا بس انت عارف اللي هو ايه، ماشيين سطر وسطر زي ما بيقولوا، يعني في جيم زي ماتش الاسماعيلي مثلا بيبقى هاي سكور وبعدين فظيع بعد كده الماتش اللي بعد منه ديب على استحياء هدف واحد اللقاء اللي بعديه، نفس الكلام في ماتش الزمالك برده واللقاء اللي بعديه برضو على استحياء. هي كل مباراه ليها حساباتها ولا في تراجع بيبقى مثلا بعد فوز عريض بيحصل تراجع؟ في ساعات اللاعب المصري عامه بس مش اللاعب يعني اللاعب النادي الاهلي بيكون عنده الموضوع غير، لان النادي الاهلي دايما بيبقى محطوط في انا لازم اكسب، يعني الهدف اللي قدامي الوحيد هو المكسب عكس الانديه الثانيه. يعني مثلا انت بتلعب في نادي مش يعني أنا مش في الوسط انا طموحي لو كسبت ماتش لو كسبت النادي الاهلي في ماتش مثلا تخاف عليه الماتش اللي بعده. يعني مثلا هديك مثال، النادي المقاولين عمل مباراه كبيره جدا جدا قدام نادي الاهلي امبارح، نادي المقاولين بيلعب نادي الاسماعيلي يعني نادي المقاولين كان يقدر يكسب بس بدنيا كان ارهق وذهنيا من مباراه النادي الاهلي فما كانش قادر يجاري. يعني حتى نادي الاسماعيلي امبارح بيلعب 10 لعيبه من اخر الشوط الاول لكن نادي المقاولين مش قادر يعني عشان خاطر. فانا بتكلم حضرتك في ايه، ان الماتش الاسماعيلي النادي الاسماعيلي بيهاجم النادي الاهلي او بيفتح خطوطه مع النادي الاهلي، فلما عمل سكور كبير نادي البنك الاهلي لعب النادي الاهلي بحذر شديد جدا وبيحاول بتكتلات دفاعيه، بتلعب نادي الزمالك فاكيد جيم مفتوح فانت بتهاجم نادي الزمالك فهتلاقي مساحات كتيره جدا فكسبت سكور كبير.
هتيجي هتلاعب المقاولين مثلا، لا هيقفل عليك الملعب، هيقول لك النادي الزمالك فتح الملعب على النادي الاهلي اتغلب 5، فانا هفتح الملعب على النادي الاهلي بالامكانيات، وفي فرق امكانيات كبير. فهي بتبقى لطريقه لعب الخصم اللي قدامك وعدم استغلال. يعني في مباراه المقاولين كان في اول 10 دقائق احنا ضيعنا، النادي الاهلي ضيع فرص كثيره جدا، كان ممكن يخلص الماتش بسكور كبير، لكن برده كان في تسرع وفي عدم تركيز شويه في في في, في نهاية الهجمه، وكان ممكن يطلع بسكور كبير ماتش المقاولين، لكن نادي المقاولين عمل جيم دفاع كبير. فهي بترجع لطريقه لعب الخصم اللي قدامك، طريقه لعب الخصم اللي قدامك برده بيحاول يقفل، وفرق كتيره يعني هتعمل كده مع النادي الاهلي، يعني في فرق كبيره هتحاول تقفل الملعب، هتحاول تقفل مساحات، تلعب زون ديفنس. ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بكره بقى. سموحه، هل برضو كابتن احمد سامي، احنا عارفين ان هو مدرب برضو معيار يعني تقيل اكيد، فهل سموحه ممكن يعمل ده من بدايه يعني الدقائق الاولى مع الاهلي؟ سموحه، بس سموحه فرقه محترمه، يعني سموحه فرقه برضو عندها الامكانيات وعندها لعيبه وعندها مقاومات هجوميه تقدر تشكل خطوره على النادي الاهلي بكره. فالنادي الاهلي بكره اكيد مباراه تهم مستر موسيماني اللي هو يفنش فتره قبل فتره الراحه، متصدر بالعلامه الكامله، تفرق كتير جدا معاه نفسيا ومعنويا وكل حاجه. فاعتقد يعني تركيز مستر موسيماني بكره في غيابات مؤثره جدا على يعني برده من الحاجات اللي ممكن تاثر شويه على الناحيه الهجوميه، غياب علي معلول للاصابه طبعا. اعتقد يعني حل هجومي كبير جدا، لكن اعتقد تواجد كريم فؤاد بكره هو البديل الانسب متهيألي من وجهه نظري اللي مستر موسيماني هيتم الدفع بيه. فرقه سموحه عندها عناصر هجوميه محترمه، عندها عناصر منضمه لمنتخب مصر في كاس العرب، فاعتقد برده في الناحيه الهجوميه، فاعتقد برده مستر موسيماني لازم ياخد حذره كتير يعني بشكل كويس من الناحيه الهجوميه نادي سموحه. لكن فرقه سموحه برده عندها يعني شويه اخطاء دفاعيه، عندها بطء شويه في الناحيه الدفاعيه في التمركز، فبرده ممكن مستر موسيماني بالسرعات يلعب اللي على هيلعب على الكلام ده. لكن ماتش زي ماتش سموحه برضه من الماتشات اللي انا ما ينفعش اجيب جول واهدى، لا ما دام عندي الفرصه اللي انا اجيب الثاني واخلص اللقاء. هو ما ينفعش في اي مباراه والله اجيب جول. انا معاكي، بس في ماتشات يعني برضه احنا يعني سموحه السنه اللي فاتت يعني من اسباب خساره الفرق، من يعني الفرق اللي خسرت النادي الاهلي الدوري كانت سموحه، يعني ماتش 2-1 في استاد السلام والاهلي والسلام، فكانت النتيجه في اخر دقيقه 2-1. فلا يعني من الفرق اللي بياخدوا كره رخمه شويه على النادي الاهلي، عندها امكانيات فنيه محترمه، عندها مدير فني بيعرف يقرا الخصم بشكل كويس قوي، اعتقد هتلاقيه مذاكر النادي الاهلي بشكل كبير، عامل حساب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، برده هيلعب مقفل، بس هيبقى عنده التحولات الهجوميه بتاعته كتير، يعني مش هيبقى عنده حسين فيصل، عنده مروان حمدي، هيقدروا يعملوا التحولات الهجوميه بشكل كبير جدا، عنده كناريا في نص الملعب لعيب كويس. فلازم مستر موسيماني اي فرصه كمان لعيبه النادي الاهلي تيجي في بدايه اللقاء لازم يستغلها بشكل كويس، لازم يبقى في تركيز، لان هدف في بدايه اللقاء بيعمل اريحيه كبيره جدا. اكيد احنا طبعا اتكلمنا في ان يعني من المهم لكل الاطراف النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجهازه الفني بطبيعه الحال ان احنا يعني قبل ما نوصل لمرحله التوقف الدولي نكون محافظين على العلامه الكاملة. ودي هتكون حافز قوي جدا حين العوده باذن الله. اكيد طبعا. فتره التوقف الدولي دي بقى في حد ذاتها هل هي مفيده بس ولا ممكن تكون سلاح ذو حدين؟ اقصد ايه؟ اقصد ان هي مفيده طبعا عشان هتدي فرصه كافيه للمدرب والجهاز الفني ان هو ايه يتاملوا كده اللي حاصل، يعيدوا ترتيب اوراقهم، يعيدوا ترتيب حساباتهم الى اخره. ولكن في المقابل برضو وانت سخنان وبتفوز لقاء ورا الثاني ورا الثالث ومجموعه لقاءات منهم فيها سكور، فتحس ان السخونيه دي بتقل كتير مع التوقف، انت شايف الموضوع ازاي؟ هي سلاح ذو حدين، يعني في فرق في خلاص النادي الاهلي دخل زي ما حضرتك قلت ايه هو سخن خلاص. أيوة. والليفل بيعلى زي القطر كده اللي قام خلاص هو ماشي والاداء بتاعك تصاعدي، يعني انت ماتش المحله انت بس بترجع في الاخر، يعني انت حتى لما بيكون كسبان وماتش صعب ملعب المحله بلغه الكوره بقى انا ولعبت عليه كتير عنه بقالنا كام يوم، لا صعب ملعب صعب على اي حد، فلا اللي انت بترجع يبقى انت عندك الحافز وعندك الدوافع اكتر، فبتعلى مستواك بيعلى من لقاء للقاء. بكره ممكن تلاقي النادي الاهلي بشكل مغاير تماما وتلاقي مستواه في تقدم او في زياده واداء الهجومي بيزيد بشكل كبير جدا، فممكن يحصل العكس، ممكن تلاقي بعد فتره التوقف وهيبقى في فتره كبيره اللعيبه بعيده عن المباريات الرسميه او الكلام ده يرجع هتبدا من اول وجديد، هتبدا من البدايه تاني، هتبدا اكنك بتبدا من بدايه دوري جديد. وعلى العكس ممكن بقى انت في لعيبه كتير مصابه ممكن ترجع لك، يعني وفي لعيبه تقدر تجهز متولي، تقدر تجهز محمد محمود، محمود وحيد، هتقدر تجهز ناس كتيره جدا تقدر تفيدك في طريقه لعبك الجديده، لان طريقه اللعب الجديده دي هتحتاج
واحد زي متولي رجوعه لطريقه اللعب الجديده اعتقد هيفرق بشكل كبير جدا وهيكون عنصر مهم جدا كمان وبديل مهم لحمدي فتحي فيها وممكن كمان يأديها بشكل افضل. فاعتقد هي سلاح ذو حدين اللي هيقدر يستغلها بشكل كويس ويشتغل على الاخطاء اللي وقع فيها. يعني حتى برضو النادي الاهلي هيبقى ان شاء الله 18 نقطه لكن هيبقى عندك اخطاء وقعت فيها لازم تتعالج في فتره التوقف لان انت عندك ترجع على بطوله افريقيا كمان فده الهدف الاقوى كمان. يعني انت بتتكلم وترجع على كاس العالم للانديه فانت مش عايز تقع في الاخطاء اللي انت بتقع فيها في الدوري المصري تقع فيها في مع ناس مش هترحم يعني سواء في بطوله افريقيا او في كاس العالم للانديه. لا انت هتبقى محتاج تركيز شديد هتبقى محتاج اخطائك تقل عشان كل ما اخطائك تقل نسبتك في الفوز هتكتر. صح فلازم تكون تاخد الفتره دي فتره اعداد جديده لما هو قادم سواء بطوله كاس العالم للانديه او كاس افريقيا او استكمال واستمرار بطوله الدوري الممتاز. حلو قوي. تعال نروح للمنتخب وهنرجع تاني على كل حال. يعني لو كلمنا عن بطولة كاس العرب وفكرة هنا البعض بيقول لك هي دي البداية الحقيقية والتقييم الحقيقي لكيراش ما اقدرش ان انا احكم عليه من الفترة اللي فاتت ما لحقش في نفس الوقت يعني مش هقول الاداء النتائج مقبولة لكن بنتكلم على بطولة كاس العرب هي دي البداية الحقيقية بقى ان انت اثبت نفسك وورينا اللعب ورجع لنا المنتخب للمستوى اللي احنا نعرفه والتقييم هيكون على هذا الاساس والجلد هيكون على هذا الاساس وانت عارف احنا يعني فنانين في دي. خلينا نتفق ان صعود منتخب مصر يعني المرحله الاخيره في تصفيات كاس العالم دي كان شيء اساسي او شيء يعني ما كانش فيه يعني ما كانش فيه اعجاز او انجاز فيه لان احنا الاقوى في المجموعه ما كانتش على المستوى الفني العالي او البدني العالي. لا مستوى المجموعه كان في متناول جدا باقل مجهود كنا ممكن نصعد وصعدنا فعلا باقل المجهود في كتير من المباريات ما كانش مستوانا الفني عالي جدا. الراجل لسه انا برضو شايف ان الراجل ما قدمش لسه جديد لكن الراجل عنده ميزه ودي ممكن تخلي الدوري كمان وشكله احلى لان مخلي الدنيا كلها مفتوحه للجميع. يعني مخلي المنتخب مش حكر على لعيبه معينه مش حكر على لعيبه زمان كان يقول لك المنتخب حكر على الاهلي والزمالك كان بيتقال كده زمان لكن دلوقتي لا هو بيروح بينزل بيشوف سموحه بيشوف امبي بيشوف كل المباريات بيشوف لعيبه كتيره جديده عنده عناصر جديده ضمها عنده احلال وتجديد بيحاول يعمل جيل جديد بيحاول يعمل صف تاني من منتخب مصر. هيبقى في كاس العرب فرصه ليه كويسه جدا اللي هو يعمل جيل تاني من منتخب مصر منتخب تاني يقدر يدعم بيه قوام منتخب مصر الاساسي. اللي انت عندك كاس العرب دي خطوه لما هو اقوى كمان اللي هي كاس افريقيا بالظبط. فهو كاس العرب اكيد عندنا منافسين اقوياء يعني احنا معانا في المجموعه منتخب الجزائر اللي كلنا متخوفين ان احنا نقابله في المرحله الاخيره احنا نقابله في المجموعه يعني بنسبه كبيره هو يعني قوام المنتخب مش مختلف عنه الا بعض العناصر لكن عنده عناصر قويه جدا احتكاك قوي جدا لمستر كيروش واختبار مهم واختبار حقيقي ليه هيقدر يكشف لنا ملامح فكر الراجل بقى. يعني هو ده الاختبارات اللي احنا هنشوف فيها. هو احنا عايزين نقفش بقى فكر الراجل ده. ما هو احنا هنحبوط وقف فكر الراجل ده. هو بقى ده اللي هنشوف. هو طريقه لعبه 4-3-3 ما بيعتمدش على رقم 10 بشكل كبير جدا يعني حتى موضوع قفشه هو ما بيعتمدش تماما. هو 4-3-3 صريحه بيحاول يطبقها بالفكر بتاعه. اعتقد احنا مستنيين كلنا نشوف الفكر ايوه هنشوفه امتى؟ ما هو بقى في البطوله العربيه انت لعبت ماتشين ليبيا ولعبت يعني خلينا نتفق ان ماتش ليبيا الثاني كان هو من وجهه نظري كمان هو افضل المباريات و10 دقائق ماتش انجولا في الشوط الثاني برده هي كانت من افضل المباريات لينا معاه. يعني انت كنت بتقول من شويه يا كابتن ايه بتقول ان هو بيجهز فريق ثاني او منتخب ثاني طب خلينا في المنتخب الاولاني مبدئيا تمام انت شايف الصوره ازاي؟ هل متابعتك للقاءات اللي فاتت للمنتخب مطمئنه من وجهه نظرك للي جاي؟ هل شايف ان كيراش المدرب المخضرم وكلمه المخضرم دي بنتكلم عنها بقالنا كتير من اول ما الاسم كان مجرد ترشيح تمام ناهيك بقى عن اول ما جه بالفعل فقلنا خلاص احنا الدنيا هتبقى زبادي تمام هل بقت زبادي؟ لا لسه مش كده لا لسه طب ايه اللي مأخر الزبادي؟ هو لسه مش قادر يحط ايده على التوليفه ما بيسمعش خلي بالك برضه هو لازم في وقت من الاوقات لازم يستعين بالجهاز المصري اللي معاه عشان يقدر يعرفه يعني مثلا ممكن فتره استبعاده لشريف وقفشه هو ما كانش عارف يعني مثلا ممكن يكون شاف شريف وقفشه في الفتره اللي هو كان فيها مش موفقين فلا لازم يعرف ان الناس دي لا مهمه اوراق مهمه معاه في المنتخب سواء في الملعب او بره تجربه عناصر جديده في التوقيت ده كانت مثلا مش في وقتها هو كان يعني قراراته كانت من دماغه هو فدي كانت ممكن تسبب له شويه مشاكل وسببت اللخبطه اللي كانت عندنا الفتره اللي فاتت
لكن اعتقد هو لازم فرصه تجمع للمنتخب فرصه كبيره، يقعد يعني يتواجد مع المنتخب بشكل اكبر، يتواجد مع العناصر بشكل اكبر كمان، يقدر يطلع التوليفه اللي تفيده بقى في الفتره اللي جايه. ما احنا خلينا نديله فرصته، هي دي يعني احنا هي بتتكلم دلوقتي، هي دي ده المحك الاساسي او الرئيسي الاول ليه. عنده تجمع كبير، عنده وقت كبير وعنده وقت كافي يقدر احنا كل ده بنشتغل على الماتش الفايصل، الماتش المرحله النهائيه، فانت بتشتغل من دلوقتي، ما لكش اي حجج، عندك بطولتين مهمين تقدر تختار فيهم اقوى العناصر اللي تقدر تصعد بيهم كاس عالم، مش هيبقى في عندك اعذار. انت المطالب بقى اللي احنا نشوف شكل المنتخب المصري اللي احنا مستنيينه، لاعب منتخب الجزائر منتخب قوي جدا، احتكاك قوي جدا، فانت لازم تكون على قد المستوى على قد المسؤوليه. هل هتقدر كده؟ ده اللي هنشوفه بقى معاك. طب انا عندي سؤال، اتفضلي. ليه احنا دلوقتي كلنا نفس الراي بنسبه 90% اللي هو البدايه الحقيقيه يعني مع البطوله الجايه لكيراش، وفي نفس الوقت نصبر عليه ونشوف؟ طب احنا ليه ما كناش كده مع كابتن حسام؟ يعني ليه كان الغضب عام كده والراي كلنا نفس الراي تقريبا؟ من وجهه نظر انا كابتن يعني انا وهقولها بقى يعني ده سؤال نميس، لا وعادي كابتن حسام البدري ما كانش في تواصل بينه وبين الاعلام، ما كانش في دعم كبير جدا من الاعلام والصحفيين، المنظومه الاعلاميه المصريه ما كانتش في ظهر كابتن حسام البدري، ما كانش في يعني هي اللي اطاحت بيه المنظومه الاعلاميه مثلا؟ عدم التواصل بين كابتن حسام والصحفيين والاعلاميين اعتقد كانت سبب كبير جدا. كابتن حسام كنتائج وارقام لا كان مادي بشكل كويس جدا. نختلف بقى في الاداء، لان الاداء احنا برده مفيش تطوير، ما الاداء مفيش تطوير، يعني انا شايف ان مفيش اي فروقات في الاداء بين كابتن حسام بدري ومستر كيروش. يمكن كابتن حسام هي الغلطه الوحيده من وجهه نظري بقى، طبعا مش بصحح او بعدل على كابتن حسام، لكن في فتره كان في توقف كبير، كان لازم مباراه وديه، كان لازم يعمل تجمع لمنتخب مصر، بس كان عنده وقت كافي، كان عنده وقت كافي يقدر يعمل فيه احتكاك قوي لمنتخب مصر. هي دي اللي انا يعني اللي اتخذت عليه واللي انا شايفها كانت هي دي النقطه الفاصله في مشوار كابتن حسام. طالما انت شايف ان على صعيد اداء اللعيبه في الحالتين، في حاله كابتن حسام البدري وفي حاله كابتن او يعني كيراش، طالما انت شايف ان في الحالتين ما رحناش بعيد، مش ده برضو الى حد ما ممكن تغلط فيه اللعيبه؟ احنا بنتكلم على لعيبه دوليه عندها من المهارات ومن الخبرات السابقه ما يكفي ان هم لو لعبوا، اللي انا هقوله ده مش مقصودش بيه باي حال من الاحوال التقليل من اهميه المدير الفني ايا كان مين هو اسمه، بس انت عندك لعيبه المفروض لما يتجمعوا مع بعض تجميعه حلوه، حتى لو المدرب ما جاش يحضر اللقاء المفروض يعملوا شغل عن اللي احنا شايفينه، ولا انا احنا لسه برضو ما انا بقول لك احنا لسه مش قادرين نوصل للتوليفه اللي تخلينا قاعدين، مش توليفة قبل الجيل بتاع كابتن حسن شحاته. ليه مش عارفين نوصل للتوليفة؟ احنا يعني عدت علينا فترة فيها اتنين مدراء فنيين وعندك مباريات كتيرة لعبتها ولسه مش عارفين. متفق معاك تماما ان احنا لسه لحد دلوقتي مش قادرين نطلع المنتخب مصر اللي احنا كلنا نتمناه، كلنا مستنيين منتخب مصر بطل افريقيا اللي احنا شفناه مع كابتن حسن شحاته والجيل العظيم والجيل الكبير اللي كان بيخلينا قاعدين عندنا لهفة وشغل البطولات عشان نشوف الانجازات اللي بتتحقق، وبيكون مطمنين جدا اي مباراة بيلعبها، بيكون عندنا ثقه كبيره وثقه تامه في المنتخب ده، كان عناصر كبيره عناصر محترمه في الجيل ده، عناصر كبيره وعناصر محترمه وعندها امكانيات فنيه عاليه جدا وتقدر تساعدك وتوصلك لكاس العالم تاني، وده انجاز هيحسب لهم، لكن محتاج المدير الفني برضو يطور من الاداء، يطور من فكره، ده اللي هنشوفه. يعني انا متوسم خير في مستر كيروش، انا يعني متفائل خير ان شاء الله باذن الله. بطوله كاس العرب دي هتكون احتكاك قوي ليه، هيقدر يقف على عناصر معينه هتفيده لكاس افريقيا، هتفيده للمرحله الاخيره من التصفيات، فانا يعني مستني اشوف التجمع الكبير ليه، لان هو برده هيبقى عنده الوقت وعنده المساحه اللي هيشتغل فيها، لان هو خلينا برده متفقين ما كانش فيه تجمعات كبيره، التجمعات ما بتاخدش وقت كبير يعني 3 4 ايام، ما بيلحقش يطبق فكره برده، لكن هو هيبقى عنده وقت في البطوله العربيه، هيبقى عنده وقت في بطوله افريقيا، هيبقى فيه تجمعات كبيره يقدر بقى يشرب اللعيبه زي ما بنقول بلغه الكوره، فكره وطريقه لعبه واسلوبه، ويطور من اداء كتير من اللعيبه، وده اللي انا مستنيه ان شاء الله باذن الله. طيب ممكن من المنتخب نرجع للدوري؟ تمام معلش مفيش مشكله نرجع للدوري. كابتن ايهاب، مين الافضل كلاعب حاليا في الدوري هذا الموسم، ومن هو الأسوأ؟ مش بتكلم على الاهلي، انا بتكلم في كل الفرق. وانا مش لا ده اجابات دبلوماسيه. لا مش اجابات دبلوماسيه خالص، وبقولها انا من وجهه نظري ويعني
وده كتير من الناس اللي ليها علاقه بكره القدم. حمدي فتحي هو اهم لاعب دلوقتي في الدوري المصري. كويس. بيعتمد يعني هو اللي بينجح كتير جدا من طريقه لعب مستر موسيماني. حمدي فتحي كان في فتره قبل بدايه الدوري كان في انتقادات كتيره جدا لحمدي فتحي. حمدي فتحي مثلا بعد الجواز كمان اعتقد كان في انتقادات كتيره لحمدي فتحي مستواه بدا يقل او مستوى. حمدي فتحي قدم من بدايه الموسم بدايه ولا اروع. لا صحيح. بيعتمد عليه مستر موسيماني بشكل كبير جدا. شكل النادي الاهلي بيكون كويس لما حمدي فتحي بيكون كويس. بينجح طريقه الراجل فبيؤدي بشكل كويس جدا وانا شايفه من العناصر المهمه جدا من الافضل يعني. من الاسوء مش هنقول الاسوء هنقول من الاسوء. لا يعني ما يعني ما لا إيه؟ مش قصه لا يعني عشان هم لعيبه كوره رد دبلوماسي. لا هو اوعى لا هي مش قصه لسه كنا منتظرين منه الافضل. حلوه كده اهو. يعني انا كنت منتظر من فرقه يعني ايسترن كومباني. يعني انا كنت مستني من فرقه ايسترن كومباني كنت مستني منهم مردود اقوى من كده واداء افضل من كده. لكن لحد دلوقتي ليه عشان دعمه وصفوفهم يعني ما فيش تدعيمات بشكل كويس. لا ما كانش في تدعيمات بشكل كويس لايسترن كومباني لان كان عندهم اعتقد اللي وصل لي يعني اللي هم كان عندهم انتخابات في الفتره بتاعت الانتقالات السفيه فما قدروش يعملوا صفقات على المستوى المطلوب. اعتقد اداء مخيب جدا واجماع الاراء كلها ان ايسترن كومباني لحد دلوقتي ما قدمش الاداء المقنع بشكل كبير. يعني المقصه ظروف مشابهه لكن المقصه كابتن تامر مصطفى بيحاول بيجتهد عنده لعيبه من الاسامي ممكن ما تكونش معروفه لكن بيحاولوا يقاتلوا في روح عاليه في الفرقه في تنظيم من مدير فني بره على الخط في شكل شويه لكن الظروف صعبه لكن بيحاول. لكن ايسترن كومباني يعني لا الامور صعبه جدا واعتقد الامور بتتصعب عليهم لازم وقفه الفتره الجايه. اعتقد فرصه ليهم التوقف ده كابتن علي عبد العالي يقدر يلم شويه الدنيا. برضو على ذكر الصفقات والتدعيمات الاهلي برضو دعم فريقه في الفتره الاخيره باكثر من لاعب بس انا عايز اقف عند بيرسي تاو وميكسوني. ليه تحس ان في فرق ما بين الاثنين؟ يعني بيرسي تاو من اول لحظه حط فيه يعني رجله فيها في ارضيه الملعب هو عامل شغل زي الفل وان كان مش دايما بتلاقي فيه ثبات في برضو هو يعني بس ميكسوني تحسه متاخر شويه. اشمعنى؟ لان يعني الكواليتي اصلا بتاع بيرسي تاو من زمان. يعني راجل جاي لك من الدوري الانجليزي ومنتخب جنوب افريقيا منتخب جنوب افريقيا اعلى كمان منتخب موزمبيق. يعني بيرسي تاو اعلى في كل حاجه خلفيته اتقل. يعني بيرسي تاو حتى مع منتخب جنوب افريقيا ليه دور كبير جدا وليه دور مؤثر. لعيب كبير لعيب يضيف للدوري المصري لعيب تحب تشوفه في الملعب تستمتع بيه. لسه كمان يعني انا شايف اللي هو عنده اكتر من كده ومع الوقت هيزيد وهيعلى وهيفرق كتير جدا. ميكسوني انا يعني شفت مباراة انبي في كاس مصر اعتقد دي كانت افضل مباراة لي مع النادي الاهلي. لسه عنده كتير عنده سرعات عنده امكانيات يعني فنية كويسة لكن لسه ما طلعش اللي عنده ما طلعش 50% حتى من امكانياته. فاتمنى الفترة اللي جاية برضو فترة التوقف يكون ليه دور بشكل كويس يقدر يتجهز بشكل كويس يقدر يخش وينسجم مع الفرقة ويكون ليه دور اقوى من كده. لكن بيرسي تاو لا لعيب كبير لعيب اضافة كبيرة جدا عنصر مهم جدا في خط هجوم النادي الاهلي واعطى لخط هجوم النادي الاهلي قوه وتقل اكتر كمان. صحيح. طيب احنا هنروح فاصل بس لما نرجع هنديك فرصه تفكر. ماشي. هنروح لافضل دوري برضه افضل حارس مرمى ومن الأسوأ مش هنقول والأسوأ عشان برضو احنا امبارح كان معانا كابتن ياسر وقعدنا نحلل وبالارقام كنا زانقينه برضو في نفس الكورنر اللي انت بس دي منطقته بقى يعني كابتن ياسر من وجهه نظرك برضو من هو الافضل لحد دلوقتي حتى لو مش هتتكلم بلغه الارقام حتى لو هتتكلم انت شايف كاداء واحترافيه من الافضل ومن يعني من الأسوأ. خلاص بعد الفاصل فاصل سريع ونرجع نكمل. مرحبا بيك ومرة ثانية كابتن إيهاب المصري معانا وكنا بنسأل الإجابة خلاص أوكي كنا بنسأل مش الأسوأ الأقل يعني كفاءة والأفضل من حراس المرمى في الدوري هذا الموسم. يعني طبعا أنا زي ما قلت لكم كده أنا هستثني مثلا محمد الشناوي طبعا هو حارس مصر الأول والحارس الأفضل في مصر لكن أنا بشوف محمد صبحي حارس فاركو ومحمود جاد حارس انبي الاثنين دولت عندهم موهبه كبيره جدا عناصر شابه وليهم مستقبل كبير واعتقد مع الوقت هيبقوا ليهم دور كبير جدا وليهم شأن في حراسه مرمى منتخب مصر وهم هيكونوا يعني من وجهه نظري هيكونوا الامتداد يمكن محمد صبحي اكتر هيكون امتداد
لحراسة المرمى في منتخب مصر وامتداد لمحمد الشناوي. وعشان كده كابتن عصام الحضري كمان يعني من الحاجات الكويسه اللي هو خد الاثنين معاه في ضمهم للمنتخب، واعتقد دي فرصه للاثنين يستفيدوا بخبرات كابتن عصام الحضري الكبيره، يستفيدوا بخبرات محمد الشناوي وشخصيته واحتوائه الكثير من الحراس، فاعتقد هتبقى حاجه كويسه جدا للاثنين، وهيستفيدوا من الفتره اللي جايه سواء في كاس العرب او في كاس افريقيا بوجودهم مع كابتن عصام الحضري وكابتن محمد الشناوي. جميل. طيب احنا هنطلع بس ولا لا اجابه السؤال الثاني اللي هو ايه الثانيه كانت ايه للجزء الثاني اللي هو الأسوأ او الاقل حظا؟ ايه يا كريم هو ما قالش كريم. لا صح يا لك لا هي في يعني لسه يعني في الخمس مباريات اللي فاتت لا في ممكن حراس مش يعني في خط ظهرهم او الفرقه مش مساعداهم، يعني مثلا محمد بسام حارس كويس جدا لكن فريق طلائع الجيش مش ماشيه بشكل كويس فمش قادر. لا هو فعلا يعني حارس كويس جدا يمكن غير موفق في الفتره اللي فاتت الفتره اللي فاتت فريق طلائع الجيش كلها مش مساعداه برده، الظروف صعبه لكن من الحراس الكبيره جدا. هو الحارس ما يقدرش لوحده يعني. ما انا بتكلم انا قلت ايه طبعًا. الفرقه مش موفقه فما بتقدرش تطلع الكفاءته العاليه، ما بتقدرش تساعده ويكون الضغط عليه هو لوحده. ممكن كمان يبقى يعني بالتعبير البلدي الدارج بيحاسب على مشاريب اخطاء الدفاع بتاعه. الدفاع بتاعه يعني حاجه مش ذنبه هو، لكن هو من الحراس الكبيره جدا واللي يقدر يعني يحرس في المرمى فرق كبيره جدا. انا عايز يعني ايه لان احنا خلاص وقتنا بيوشك على الانتهاء، بس يعني لو تسمح لي اسالك في حاجه بقى خارج الاطار اللي احنا بنتكلم فيه. احنا في الفاصل كنا بنتكلم انا والنهواد مع كابتن ايهاب وجت سيره الممتاز به. تمام. فعايزينك تطمنا على اللي جاي في ضوء متابعتك للممتاز به، شايف عناصر مميزه هاي في عناصر كويسه في ناس ممكن يبقوا نوال اللي جاي ان شاء الله؟ بص يعني اللي بيفكر كويس او بيفكر صح لازم يعمل لجنه تكون ليها عيون وليها خبراء في القسم الثاني. هتقدر تجيب لعيبه باسعار قليله باسعار رخيصه، مش هتقدر تخش في الملايين الكثيره اللي بتدفع، ولعيبه هتكون بلغه الكوره بقى جعانه عايز يدي عايز يطلع اللي جواه، عايز يثبت للناس اللي انا محتاج بس فرصه. ولعيب الكوره لو احتاج فرصه او خد الفرصه، اللعيب اللي هو بيبقى عنده اشتياق للكوره وعايز يثبت للناس هيكسر الدنيا. انا بكتب على صفحتي مثلا بعمل عناصر، بحاول ابرز لعناصر كثيره جدا والحمد لله يعني ربنا بيوفقهم وبيروحوا. بتكلم يعني انا مثلا الموسم اللي فات اتكلمت بشكل كبير جدا وكلمت ناس على مصطفى شلبي لاعب نادي انبي، ودلوقتي هو كان بيلعب في بترول اسيوط وراح نادي انبي، لعيب من اللعيبه الكويسه جدا. ففي عناصر كثير جدا تحت في الممتاز به تستحق المتابعه تستحق المشاهده. الدوري القسم الثاني لو دوري ممتاز به او كما يطلقون عليه يعني المظالين، هو مظالين لان هو ما فيش القاء الضوء عليه بشكل طبعًا كبير جدا طبعًا. لكن الفتره الاخيره بدات القنوات تروح ليه شويه، لكن اتمنى اللي هو يذاع بشكل افضل يذاع بشكل اكبر. قنوات يعني في قنوات بتحاول تذيعه دلوقتي لكن محتاج متابعه محتاج اهتمام اكتر من كده، واعتقد في منجم يعني منجم ذهب تحت ومواهب كثيره جدا. يعني نورتنا بقى. الله يخليك. احنا حلو الله. كمان ختمنا بيك الاسبوع بتاعنا يعني النهارده كمان حلقه، يعني نشوفك قريب ان شاء الله مره ثانيه وبالتوفيق بكره باذن الله للفريق، وان شاء الله عايزين كمان نشوف كوره حلوه. دايما احنا بنبقى عايزين نشوف كوره حلوه واكيد نتيجه يعني مرضيه نهايه الاسبوع، ونشوفهم الاسبوع الجاي ولا ايه ان شاء الله باذن الرحمن. واتمنى طبعا يكون ويك اند سعيد على كل حضراتكم ان شاء الله. يتجدد لقائنا يوم الاحد الجاي وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.